السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكملين معاكم في حلقة النهاردة عن حلقات اليوتيوب والبلاي ليست اللي احنا عملناها لليوتيوب. هسيب لك البلاي ليست دي اسفل الفيديو او هسيبها لك في عندك 4 فيديوهات هسيبهم لك في الاند سكرين، هسيبهم لك كبلاي ليست في الاند سكرين. ومكملين ان شاء الله النهاردة حلقة جديدة من حلقات سلسلة او من سلسلة حلقات اليوتيوب. معاكم مصطفى من قناة مستر مونتيك، وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن اليوتيوب ترانسليشن او ترجمة فيديوهات اليوتيوب، ونبدأ بعد الفاصل. ورجعنا لكم مره تانية. بدايه كده اللي مش مشترك في القناه يا ريت يبدا يشترك في القناه دلوقتي عشان يوصل له كل الفيديوهات، ويفعل اشعارات او يفعل الجرس اللي جنب زرار السبسكرايب عشان يوصل له كل الفيديوهات اول باول. في اخر الفيديو لو كنتوا هنا تشوفوا تلاقوا فيه كيوردز، انا كنت حطيت فيديو لاستراتيجيه مجربه لاختيار الكلمات المفتاحيه. فيديو ممتاز ممتاز ممتاز، وفيديو هيفيدك جدا، معلوش تفاعل كبير ولكن الفيديو ممتاز يا جماعه، وهتخسر كتير اول ما شفتش الفيديو ده. زائد انك عندك اكتر من فيديو على نصائح ل 4 نصائح للحصول على 1000 مشترك سريعا، ده فيديو برضو من الفيديوهات الرائعة. وعندك فيديو تاني لرفع السي بي ام اهو، مضاعفة الربح من اليوتيوب، $10 لكل 1000 مشاهد، ده فيديو ممتاز برضو هيساعدك جدا في زيادة ارباحك بشكل كبير جدا في اليوتيوب. النهارده هنتكلم عن اليوتيوب ترانسليشن، وهو حاجة مميزة جدا في اليوتيوب، وحاجة هي شركة يوتيوب او منصة اليوتيوب بتتاح لك انك تعمل ترجمة للفيديوهات بشكل جميل جدا. هنعمل اول حاجه كده، هنعمل شغلنا هيبقى عملي النهارده، هنعمل ايديت لاي فيديو وعايزين نعمل له ترجمه، ننزل تحت كده ونعمل ترانسليشن. تمام، قبل ما نخش في اي حاجه، قبل ما نبدا في شرح اي حاجه، هنتكلم دلوقتي في اهميه الترجمه. اهميه الترجمه هي حاجه بسيطه جدا. اهميه الترجمه انك بتتيح لك انك تعمل عنوان اخر للفيديو، عنوان باللغه الانجليزيه او باللغه الفرنسيه او على حسب اللغه اللي انت عاوزها او على حسب الناس اللي انت عايز تستهدفها. وهنتكلم قبل ما نبدا في الشغل على طول ونبدا ازاي نعمل الترانسليشن. الموضوع ده سهل، ولكن عايزين بس نشوف فايده الترجمه. الفايده بتاعتها يا جماعه انك بتتيح لك زي ما قلت لك تعمل عنوان تاني ووصف تاني استهداف تاني وشغل تاني خالص، بتتيح لك انك تستهدف ناس اجانب بشكل اكبر بكتير، ودي برضو من الحاجات الكبيره جدا والحاجات اللي مخلياني اقدر اتصدر محركات البحث بالنسبه للمحتوى الاجنبي ومحتوى عربي. الترجمه دي مهمه جدا 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 وهتفيدك بشكل او باخر. فنخش على الفيو شانل، ننزل هتلاقي مثلا فيديو زي ده بيست اندرويد ابس مارش 2017، او بلاش مثلا الفيديو ده عشان الفيديو ده جديد، فنجيب فيديو من الفيديوهات القديمة، او ممكن نكمل في الفيديو ده عادي هنجرب، ولكن في فيديو تاني انا عاوزه. تمام، جيت بروفيتس فروم انستجرام. لو كتبنا جيت profits from Instagram بالام، سوري تنزلوا هتلاقي الفيديو بتاعي هنا، انا الوحيد اللي محتوى عربي وسط محتوى اجنبي. لو بتلاحظوا كل ده محتويات اجنبيه، انا الوحيد اللي محتوى عربي. ده فايدة كبيرة جدا من فوائد الترجمة، تخلي الناس الأجانب يتفرجوا على الفيديو بتاعك بسهولة، وده يخلي الفيديو بتاعك ينتشر أكتر بكتير من الفيديوهات العادية. لو تلاحظوا الفيديوهات اللي عندي اللي عليها ترجمة كلها بتتشاف أكتر من الفيديوهات اللي ما عليهاش ترجمة. أكيد إن شاء الله الفكرة دي تكون وصلت لكم. إزاي بقى نعمل ترجمة للفيديوهات؟ الموضوع سهل جدا. إنك بتجيب عنوان باللغة الإنجليزية أو باللغة اللي أنت عايزها، تساعدك في جوجل ترانسليشن هيساعدك بشكل كبير، ولكن حاول تبقى تخلي حد كبير يساعدك. لو انت مش ليك قوي في اللغه الانجليزيه، حاول تخلي حد كبير يساعدك، بحيث ان جوجل ترانسليشن مش حلو قوي في الترجمه، يعني بيترجم ترجمه حرفيه وتبقى غلط خالص، بحيث ان لو حد اجنبي بيدور على الفيديو استحاله يلاقي الفيديو بتاعك. لو عملت ترجمه حرفيه هيبقى صعب، وكلمات تبقى صعبه على الاجانب ان هم يكتبوها، وهم الاجانب لحد ما بيستخدموا حاجات متطوره شويه، بحيث ان هم مثلا بيستخدموا اختصارات في الكلام وكده. فلو حد كبير يعني بياخد واخد كليه اجنبيه او حاجه زي كده ممكن يساعدك في الموضوع ده. تجيب الترانسليشن دي الاوريجينال، تخليها اللغه بتاعتك اللي انت عاملها، وهنا اد نيو لانجويج، وتبحث عن اللغه. ممكن تعمل هنا بحث، او انت الانجليزيه تعمل انجلش هنا واعمل اد لانجويج. الانتر ترانسليتد تايتل، هنا تكتب العنوان اللي انت عايزه. انا مثلا بالشكل ده، او فور يوتيوب فيديوز بالشكل ده كده. وهنا الترانسليت ديسكريبشن، الوصف
ممكن طبعا تحط فيه الحاجات دي، هتحط فيه دول مثلا يعني حاجة بسيطة جدا، ومثلا تكتب لهم هنا مثلا تكتب لهم أي كلام بقى شباب اللي انت عايزينه، هاي جايز مش عارف ايه، أي كلام بقى يعني، أي كلام ممكن تكتبوه، وتحط لهم طبعا روابط دي لازم تحطها، وتكتب لهم مثلا في الآخر سبسكرايب، أي كلام ممكن تكتبوه عادي، وده إن شاء الله هيساعد الفيديو بتاعك بشكل كبير في إنه يتشير، أو ممكن مثلا تنقل العنوان وتحطه هنا مرة تانية بحيث إنه يعمل لك سوري، بحيث إنه يعمل لك يعني تزويد في الاستهداف، وكده تعمل سيف بس، تعمل تجيب الداشبورد أو تجيب القناة مرة تانية، هتلاقي الفيديو اتضاف معاك عادي جدا باللغة الإنجليزية، ولكن هو لسه زي ما انتم شايفين لسه ما اتضافش، ولكن هيتضاف يعني زي ما انتم شايفين، وهيبقى هنا باللغة الإنجليزية عادي جدا، ولكن هتخش على الفيديو هتلاقيه باللغة العربية. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، إن شاء الله تكون حلقة خفيفة على الناس. فوائد الترجمة هي فوائدها كتيرة جدا، وبحيث إنك تقدر تعمل أصلا عنوان تاني للفيديو، دي فايدة لوحدها تخليك تقدر تعمل ترجمة لجميع الفيديوهات اللي أنت بتنشرها، فيا ريت تحط في معلوماتك أو تحط في حساباتك إنك تعمل ترجمة لمعظم الفيديوهات أو لكل الفيديوهات الجديدة اللي أنت بتنزلها. أتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، يا ريت الفيديو لو عجبك لايك الفيديو وسبسكرايب القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.